السلام عليكم أصحاب المعالي والسيادة والفخامة أيها الشعب العراقي. يقول الفيلسوف والأديب بلزاك أن المرأة هي كائن بين البشر والملاك، ولذلك فهي أقرب الكائنات إلى الكمال. وحقيقة هذا القول فيه الكثير من الصحة. نحن نقول أن المرأة هي نصف المجتمع، وأنا أقول أن المرأة هي أكثر من نصف المجتمع. ويقولون أن وراء كل عظيم امرأة، فأقول أن أمام كل عظيم امرأة، امرأة هي قدوة له، هي القدوة وهي الرفيقة وهي الأمل وهي من يريد إسعادها وهي من يضعها أمامه ليحميها يريها أفضل ما عنده. هكذا هي المرأة، هكذا هي المرأة الحقيقية. المرأة ليست فقط نصفا للمجتمع أو نصف للمجتمع، المرأة هي أكثر من ذلك بكثير. لماذا؟ لأن المرأة هي المسؤولة أولا في مجتمعاتنا عن تربية الأجيال. المرأة هي الأساس في العطاء. نعم، نحن نعترف أننا مجتمعات ذكورية، مجتمعات تعلي من شأن الذكر على الأنثى، ولذلك حلقتنا اليوم سنحاول فيها أن نتعرف على ثقافة المجتمع العراقي بخصوص المرأة. ما هي المرأة؟ كيف تشكل؟ أنا لا أقصد بما هي الناحية الطبيعية منها أو الفسلجية أو إلى آخره، مو هذا موضوعي. أقصد ما هو وضع المرأة في المجتمع العراقي؟ هل فعلا نحن مجتمع رجولي؟ هل فعلا نحن نميز بين المرأة والرجل؟ هل هذا الموضوع هو جزء من ثقافة مجتمعنا أو هو موضوع فيه مبالغات كثيرة؟ فيه هناك من يقولون أنه لا داعي لهذا الكلام الكثير عن المرأة، فهي قد أخذت حتى يقولون أكثر مما تستحق. وهناك من يقول ويؤكد أنه المرأة في مجتمعاتنا هي مرأة مظلومة بسبب ذكورية المجتمع، بسبب أننا حتى عندما نريد أن ننصف المرأة فأحياناً نصيبها في مقتل بدلاً من أن ننصفها. خذ مثل أمثلة كثيرة على هذا الموضوع. والله خطية، هذه مرأة، ها المرأة بشارب الرجال، الحرمة بين قوسين، الحرمة من الحرام، الحرمة بشارب الرجال. ليش هي بشارب الرجال؟ المرأة لما يريدون يمدحوها هي أفضل هدية للرجل، لماذا هي هدية للرجل؟ لماذا لا يكون الرجل هو الهدية للمرأة؟ خطية، هذه عانس، مرأة عانس. ليش خطية مرأة عانس؟ ليش ما يقال نفس الشيء عن عن الرجل؟ كثير أشياء في ثقافتنا ترسخت وجعلت الكثيرين من الناس حتى عندما يعني مثل ما وصفهم القرآن إذا بشر أحدهم بالأنثى، عندما يبشر بالأنثى يصير وجهه مسود وهو كظيم ويشعر أنه ثقل عليه. خطية. أذكر عندما
جتني بنت، رزقت ببنت، وكنت في المستشفى آنذاك. الممرضة، وذاك الوقت احنا ما كان يعني ما كنا من عرف المولود ذكر او انثى. الممرضة جتني وهي مطأطئة الرأس لتقول لي: خويا لا تزعل، اجتك بنية. خويا لا تزعل، اجتك بنية. لما شفتني ضحكت وابتسمت ورحبت انه اخيرا جتني بنية. استعجبت، وكانت تتوقع انه ما راح تاخذ يعني بشارة على هذا الموضوع. فلما شافت الموضوع بالعكس استغربت من سلوكي هذا. حقيقة هناك جدل كبير حول موضوع المرأة في المجتمع والمرأة في المجتمع العراقي. ومثل ما قلت لكم، هناك من يعتقد أنه العراق ما بي مشكلة مرأة، خاصة لما يشوف هذه الأرقام أو هذا الشكل اللي راح أعرضه أمامكم. لما نسأل العراقيين عن حقوق المرأة، شوفوا شو يقولون. لما نسألهم: هل تعتقد أنه يجب على المرأة والرجل أن يحظوا بحقوق متساوية في العراق، نعم أو لا؟ من يقولون نعم 77% من العراقيين يقولون نعم يجب أن يحظون بحقوق متساوية. ممتاز، رائع. سيبرز لك من يقول: قلت لكم احنا ما عندنا مشكلة مرة. العراقيين ما عندهم، ما يفرقون لا بين المرة ولا بين الرجال، والمرة هي أمهم وأختهم وبتهم وإلى آخره. والدليل شوفوا، 77% في بغداد ترتفع النسبة لتصل إلى 81% في بغداد يقولون أنهم يجب أن يحظون بحقوق متساوية. في الجنوب 72%، بالمنطقة الغربية 77%، في كردستان 89% يقولون يجب أن يحظون بفرص أو العفو بحقوق متساوية. لما نقسم على الذكور والأناث، 82% من الأناث يقولون نعم يجب أن يحظون بحقوق متساوية، يعني أكو 18% من النساء عندهم شك أنه يكونون متساوين مع الرجل أو لا. شوفوا ثقافة المجتمع شلون تلعب دور، وراح نجي له بهذه الحلقة شلون ثقافة المجتمع تلعب دور حتى في التأثير على المرأة وبإيمانها بقدراتها. الذكور 72% يقولون أنه يجب أن يحظون بفرص متساوية، العفو بحقوق متساوية، بمعنى أنه ما عندنا مشكلة والأمور زينة وإحنا بقمرة وربيع وعايشين في أحسن من حتى المجتمعات المتطورة أو المتقدمة. هذا الموضوع راح أحاول اليوم أن أستجلي بطريقة أكثر، أحلله بشكل أكبر، أعرض لكم أرقام أكثر وتراوينا وين وضعنا. رح نناقش هذا الموضوع مثل ما قلت لكم بتفاصيل أكثر في الجزئين الثاني والثالث. ابقوا يعني. We'll be right back.
مرحبا مرة أخرى. في هذا الجزء من الحلقة راح نستعرض أرقام عن الوضع العام للمرأة في المجتمع وعن جوانب محددة من حقوق المرأة. تحديدا راح نشوف وضع المرأة العراقية في الأسرة كيف هو، راح نشوف وضع المرأة العراقية في العمل، ونشوف وضع المرأة العراقية في التعليم، وأخيرا نختم في الجزء الأخير بالوضع المرأة العراقية في مجال السياسة. زين، قبل لا أبلش مع أو أسأل الضيفة الكريمة عن الأرقام وعن وضع المرأة في العراق، خلينا نستعرض وياكم أولا ما هو وضع المرأة بشكل عام في المجتمع. احنا قلنا بالشكل الأول اللي حكينا عنه أنه بشكل عام هناك تقبل من قبل العراقيين لمسألة حقوق المرأة، وأنه الغالبية العظمى من العراقيين يعتقدون أن المرأة يجب أن تحظى بنفس حقوق الرجل، وأن مبدأ المساواة هو مبدأ متفق عليه. والشكل اللي راح أعرضه الآن يأكد هذا الموضوع. يعني لما نسأل العراقيين عن موضوع حقوق المرأة، هل هي تتحسن أم تسوء؟ شوفوا، خلينا هنا نشوف حقوق المرأة بشكل عام. طبعا هم أولا يقولون أنه مساهمة المرأة في المجتمع تحسنت 65% مقابل 30%، مشاركة المرأة بالسياسة تحسنت 61% مقابل 31%. هناك إدراك إلى أنه يجب أن نعمل أكثر لتحسين حقوق المرأة. نعم، هناك هذا الإدراك. لاحظوا 39% يقولون أنه فقط تحسنت، في حين 54% يقولون أن حقوق المرأة تسوء أو أنها أقل مما هو مطلوب. حقوق المرأة هذا طبعا بشكل عام 54%. على مستوى الذكور 53% أيضا النسبة الغالبة تقول أن حقوق المرأة تسوء، وبالتالي هذا إدراك منهم أنه حقوق المرأة يجب أن تولى أهمية أكبر ويجب أن تعطى أهمية أكبر. إذن الفهم المجتمعي بشكل عام للموضوع كموضوع إجمالي هو فهم إيجابي، أنه المرأة يجب أن تحصل على نفس حقوق الرجل، وأن هناك مشكلة عندنا في حقوق المرأة. لكن وين القصة عندنا؟ كأي أو ككثير من الظواهر الأخرى، وهي هذه نزعة إنسانية، يحاول العراقيون أن لا ينحون باللائمة أو لا يلقون باللائمة على أنفسهم ولا حتى على المجتمع العراقي، ويحاولون أن يصورون أن الموضوع هو ليس موضوع مجتمعي وإنما موضوع فردي طارئ من قبل جماعات هنا وهناك. شنو الدليل على هذا؟ الدليل اللي راح نشوفه بالشكل الآخر. لما نسألهم سألنا عبارتين: المجتمع بصورة عامة يعمل على منع النساء من تحقيق المزيد، أو أنه العوائل، هناك عوائل هي التي تعمل بصورة فردية على منع النساء من تحقيق المزيد. من اللي ما يخلي المرأة تأخذ أكثر أو تحقق المزيد؟ هل هو المجتمع؟ لو هم هي أفراد وعوائل في المجتمع. الغالبية العظمى لم ينحون باللائمة على المجتمع، وكأنه المجتمع بشكل عام
ما عنده مشكلة في هذا الموضوع، إنما هي المشكلة فردية. أعرف أنه البعض رح يقول صحيح، لأنه بدليل لما نسألهم على نسألنا المجتمع على المساواة بين حقوق المرأة والرجل، الغالبية العظمى قالوا نعم، فإذا إحنا ما عندنا مشكلة مجتمعية، المشكلة فردية. خلوه هذا ببالنا، خلوه ببالنا، خلينا أول شيء أشوف هذه الأرقام، وبعدين نجي نشوف هذا الادعاء بأن الموضوع هو موضوع فردي وليس مجتمعي صحيح ولا لا. لاحظوا هنا اللون الأزرق اللي هو يقول أنه الموضوع موضوع فردي عائلي وليس موضوع مجتمعي، في حين اللون الأحمر الذي يقول أنه الموضوع موضوع مجتمعي، اللون الأسود هو الذي يقول أنه الموضوع هو فردي ومجتمعي اثنينهم. لاحظوا أنه الأزرق طاغي في كل الأحوال. شوفوا عندنا هنا 53% بشكل عام مجموع العراقيين، من مجموع العراقيين كل العينة الوطنية، كل العراقيين 53% من عندهم يقولون أن الموضوع هو موضوع فردي مو موضوع مجتمعي. هكذا سواء في بغداد أو في الجنوب أو في الغرب أو في بس كردستان، لا الموضوع عندهم الموضوع يتساوى بين الفردي والمجتمعي. حتى على مستوى الإناث والذكور يقولون الغالبية العظمى أو الغالبية تقول اللون الأزرق أنه الموضوع موضوع فردي وليس موضوع مجتمعي. على مستوى الحضر والريف، الحضر لاحظوا أيضا يقولون أنه فردي، والريف يقولون أنه فردي. طيب هل فعلا أن الموضوع هو موضوع فردي لو موضوع مجتمعي؟ هل هي ظاهرة في عوائل فقط لو هي ظاهرة أكثر من كونها ظاهرة عائلية؟ خلينا نشوف بقية الأرقام شو تقول لنا، وإحنا راح نستنتج في نهاية الحلقة. زين راح أبتدي وياكم هنا الآن مع حقوق المرأة في الأسرة والمجتمع. راح ننطي بعض الأمثلة كيف ينظر المجتمع العراقي إلى حقوق المرأة في قضايا الأسرة وقضايا مجتمعية معينة. أول شكل، أول قضية، حقوق المرأة في السفر وحقوقها في الزواج. بالزواج نسأل إنه المرأة هل يحق لها أن تتزوج بمن تشاء؟ بمن تشاء هي وليس بمن يشاء هو، سواء أن هذا هو كان الأب أو ولي الأمر أو إلى آخره. هل يحق للمرأة أن تتزوج بمن تشاء؟ الغالبية، وهذه نتيجة إيجابية، الغالبية يقولون نعم أن تتزوج بمن تشاء. يعني اللون الأخضر الطوخ يقول بشدة، يعني يؤكدون على هذا الموضوع 44% بشدة نعم هي اللي هذه. وأكو عندنا 23، يعني بما مجموعة 70%، مجموع 70% من العراقيين يا أما يؤيدون هذا الموضوع بشدة أو إلى حد ما، يا موضوع أن تختار المرأة الرجل الذي تشاءه وليس الذي يشاءه أو يريده الآخرون لها. نتيجة إيجابية وتدلل على وجود فهم، رغم أنه أكو بعد يعني خلينا نقول نسبة مهمة، تقريبا ثلث العراقيين مطلقا يقول لك ما لها أي دور في الموضوع. يعني موجود هذه النسبة في المجتمع، وهي نسبة ليست قليلة في قضية حساسة مثل قضية الزواج بالنسبة للمرأة. السفر موضوع السفر أيضا من المواضيع الشائكة، ويسأل هذا الموضوع بخاصة في الدول الإسلامية، لأنه هناك فهم أنه المرأة بعض، يعني هناك تفسير معين
تفسير متشدد معين يقول أن المرأة يجب أن لا تسافر لوحدها وما من حقها تسافر وإلى آخره. خلينا نشوف العراق، العراقيين فعلا عندهم هذا الفهم للموضوع لو شلون فهمهم. لاحظوا، أن تسافر بمفردها أينما ووقتما تشاء، عندنا 23% ربع العراقيين يأيدون هذا الموضوع بشدة، ربع، وتقريبا من تجمع وياهم اللي يأيدون إلى حد ما نوصل تقريبا إلى 40-42% اللي يأيدون أما بشدة أو إلى حد ما، يعني نص نص، يقول لك إيه ما يخالف تسافر أينما تشاء ووقتما تشاء. طبعا طبعا في مجتمع مثل المجتمع العراقي، مجتمع محافظ، أعرف الكثير من الناس راح يقولون يابا احنا ولدنا ما نسمح لهم، مو بعد للبنات، من تقول لا يعني نسمح الولدنا ما نسمح لهم بعد مو البنات، إذا أنت أساسا فرقت بين المرأة والرجل أو بين البنية والولد عندك. لكن كمرأة، كإنسان، كبشر، يجب أن تكون لها نفس الحرية تماما بخصوص السفر وبخصوص كل القرارات المتعلقة بحياتها. إحنا مدى نسأل إذا هي تحت 18 سنة أو بعدها ما قاصر هنا؟ نعم، الولاية من قبل الأسرة ممكن تكون سواء بالنسبة للولد أو بالنسبة للبنت، مو خاصة، لكن إحنا نحكي على البنت أو المرأة الكاملة الأهلية والتي تستطيع أن تتخذ قراراتها. طيب خلينا نروح على موضوع آخر، في حق الطلاق. حق الطلاق، مشكلة الطلاق مشكلة كبيرة في العراق، وأعتقد إحنا راح نتعرض لهذا الموضوع بالحلقة القادمة عندما نركز على موضوع الأسرة والطفل. حق الطلاق من المواضيع، من الحقوق اللي المكفولة المفروض. خلينا نشوف وضع الوضع الطلاق بالنسبة للعراقيين وما هو رأيهم بحق الطلاق للمرأة. اللي يتفقون بشدة أو يتفقون إنه حق قرار الطلاق ينبغي أن يكون يعني من حقها أن تطالب بالطلاق، مو أنها هي صاحبة قرار الطلاق، ولا إنما من حقها أن تطالب بالطلاق أنت ما تريد. عند العراقيين 80%، إحنا ثاني دولة من بين 12 دولة عربية استطلعت آراءهم مؤخراً، إحنا بالدرجة الثانية، وهي أيضا ناحية إيجابية. الغالبية العظمى من العراقيين يقولون أن المرأة من حقها أن تطالب بالطلاق متى ما رأت أن هذا القرار مناسبا لها وهو الأفضل لها. نسبة جيدة، علما أنه أيضا أكو 20% آخرين يقولون لا، القرار مو قرارها، أقصد أنه ليس من حقها أن تطالب، مو بالقرار. طيب خلينا نشوف موضوع آخر، موضوع إحنا بسبب التربية المتحفظة وإلى آخره في الأسرة العراقية، لاحظنا أنه المرأة تنشأ ولديها حاجز كبير من الخوف، وهذا الحاجز من الخوف يتجسد سواء خارج الأسرة أو حتى داخل البيت. ردنا نشوف هل فعلا هذا الموضوع موجود، إنه المرأة العراقية فعلا تشعر بالخوف خارج المنزل، أو وطبعا نتيجة التهديدات اللي عليها، اللي تعتقد إنه راح تواجهها أو الأسرة تعتقد إنه راح تواجهها. خلينا نشوف هنا الشعور بالأمان عند السير وحيد بالنسبة للنساء. هذا السؤال فقط سألناه للنساء، فقط سألناه للنساء. لاحظوا أنه 49%، تقريبا 50% من نساء العراق يخشين من الخروج وحيدات في الشارع، نسبة كبيرة.
والمهتمين بالشأن الأمني والخاص بالمرأة يجب أن يهتمون بهذا الموضوع. نصهم يخافون يطلعون لوحدهم، ما تطلع إلا وياها واحد، وهذه النسبة تزداد في الريف لتصل 50% تقريبا، يعني نفس هذا 49 و50 مو كثير تفرق، وبالنسبة للحضر 48% أيضا. يعني سواء المرأة اللي في الريف أو المرأة اللي في الحضر، اثنينهم يخشون من الخروج وحيدات خارج المنزل. طبعا أنت إذا تنتظر، أو إذا إحنا ليش نسأل هذا السؤال، لأنه إذا المرأة عليها أن تنتظر واحد لازم حتى يطلعها وواحد حتى يرجعها، كثير من الأشياء بحياتها ما راح تقدر تسويها. زين، الشعور بالأمن عند التواجد وحيدا في المنزل، حتى ببيتها المرأة ببيتها تشعر بالأمان لو تخاف على نفسها من تكون وحيدة، مو ويا الأسرة، لما تكون وحيدة. لاحظوا عندنا 36 النساء في الحضر يشعرون بالأمان عندما يكونون وحيدين، يعني أكو ثلث من النساء في المناطق الحضرية بالعراق عموما لا تشعر بالأمان حتى في بيتها عندما تكون وحيدة. والريف 63%، المجموع بشكل عام، النسبة بشكل عام 65%، يعني ثلثين النساء في العراق يشعرون بالأمان عندما يكونون لوحدهم. ومثل ما قلت لكم هذا معناه أنه أكو ثلث يخافون حتى وإن كانوا أو وإن كنا في منازلهن. طيب خلينا الموضوع المرأة وشعورها بالأمان أو السفر وحق الطلاق، أنا ردت فقط أن يكون مثال أو أمثلة على موضوع المرأة في الأسرة داخل الأسرة. الموضوع اللي يشغل الكثيرين هو موضوع حقوق المرأة في التعليم. هل المرأة لها نفس الحقوق أو تتمتع بنفس الحقوق الخاصة بالتعليم مثل الرجل؟ لا ما عندها نفس الحقوق نفس الرجل. أيضا هذا الموضوع خاضع للجدل، وبالتالي يؤثر في حقوق المرأة بشكل عام. خلينا نشوف أول رقم، نسبة الأمية. للأسف طبعا احنا عندنا نسبة الأمية بين بشكل عام بالعراق مثل ما عرضناه قبل حلقتين هي 20% نسبة الأمية بشكل عام، يعني واحد من كل 5 عراقيين هو أمي. هذه النسبة بين الرجال هي فقط 11%، أو بين الذكور هي فقط 11%، تتضاعف عندما يتعلق الموضوع بالنساء، أكثر مما تضاعف، يعني 11% مقابل 24%، ربع النساء، وحدة من كل 4 نساء هي أمية. نسبة كبيرة جدا لمجتمع يريد التطور، لمجتمع يريد التقدم، مجتمع يريد التحضر. ربع، وإحنا قلنا المرأة هي أكثر من نصف المجتمع، لأنه هذه المرأة الأمية بالذات ستؤدي إلى خلق جيل من الأميين، لأنها مسؤولة بحكم التربية في العراق في مجتمعاتنا، مسؤولة بشكل مباشر عن رعاية الأطفال، بخاصة في المراحل السنية المبكرة عندما يحين وقت الانضمام إلى المدارس. كيف يمكن لأم أمية أن تربي هذا الجيل؟ هذه أول مسألة علينا أن نأخذها بنظر الاعتبار. خلينا نشوف رقم آخر،
رقم آخر، مو فقط الأمية، حتى اللي تروح تنضم للمدارس، لاحظوا نسبة التسرب من الأطفال، يعني أخذنا شقد نسبة الأطفال، وهذا حسب الجهاز المركزي للإحصاء، شقد نسبة الأطفال في سن الثانوية، يعني اللي وصلوا إلى سن الثانوية، وصلوا إلى 12 سنة 13 سنة ولم يدخلوا الابتدائية أو وما وصلوا لا للمدرسة الثانية لا وصلوا للمتوسطة ولا حتى دخلوا للابتدائية، شقد نسبتهم ذولي؟ لاحظ بين الذكور هم تقريبا 15%، 14.7 بالعشرة بالمية، شوف شقد تقفز، تضاعف. بين الإناث توصل إلى 28%، 28% من الأناث ممن بلغنا سن ال 12 أو ال 13 سنة غير ملتحقات أو لا يلتحقن بالدراسة الابتدائية. إذا ما التحقت بالدراسة الابتدائية إيش راح تطلع؟ بالتأكيد تطلع أمية، بالتأكيد راح تطلع أمية. يعني إحنا على المستقبل، على المستقبل إحنا الآن نسبة الأمية بين المرأة هي 24% مثل ما راوينا بالشكل السابق، الآن 24% لأنه من تأخذ المجموع يدخلوا يا النساء كبيرات في العمر وإلى آخره 24%. هذه النسبة الآن مال تسرب 28% ما داخلات للمدرسة وهن واصلات إلى سن المتوسطة، بمعنى نحن نتوقع على الأجيال القادمة وللمستقبل ستزداد نسب الأمية بين النساء، وستزداد أيضا بالمناسبة بين الذكور، لأن إحنا بين الذكور نسبة الأمية بشكل عام هي 11%، الآن المتسربين من الدراسة الابتدائية تقريبا 15%، فأنت بعد على 10 سنوات راح نشوف العجب من نسب الأمية إذا ظلينا، إذا بقينا بنفس هذه الطريقة التي لا تعير أهمية لإلزام العوائل بإدخال أو بأن تضم أطفالها إلى المدارس. قانون التعليم الإلزامي، وطبعا في الدستور المفروض الدستور كفل التعليم، قانون التعليم الإلزامي يجب أن يطبق حتى نضمن أنه ما تصير عندنا تسرب. هذا واحد من المؤشرات الخطيرة، موضوع الأمية والتسرب. خلينا نروح إذا صعدنا شوية بالمراحل الدراسية، لاحظوا هنا تبتدي عندنا موضوع التمييز. كل اللي شفناه سابقا، من سألنا على الطلاق، من سألنا على حق السفر، من سألنا على الحقوق المرأة بشكل عام، دائما الأمور تبدو جيدة أو جيدة إلى حد ما. يمتى يبتدي عندنا الحقيقي المشاكل؟ لما نسأل أسئلة تتضمن تنافسا بين الرجل والمرأة، عندما الموضوع يتعلق بالتنافس على شيء ما، تنافس على التعليم، تنافس على العمل، تنافس على مناصب، هنا تبتدي تطلع المشاكل الحقيقية اللي موجودة بالمجتمع ونظرتهم إلى المرأة. أعطيكم مثل، أول مثل، ورح نجي إلى أمثلة كثيرة. أول مثل، التعليم الجامعي مهم للولد أكثر من البنت، سؤال سألناه لهم توافق لو ما توافق؟ لاحظوا الخط الأحمر، لاحظوا اللون الأحمر، 68% بال2014 و68% بال2018، سألنا هذا السؤال بال2014 بال2018، الغالبية العظمى تقول لك إذا أكو فرصة للتعليم فرصة واحدة ولو ننطيها للذكر لو ننطيها للأنثى لا ننطيها للذكر. ليش يا أبا؟ ليش عود؟ شنو أحسن الذكر من الأنثى؟ شنو يتميز الذكر عن الأنثى؟ موضوع اقتصادي رح نجيله ورا شوية. فهذا التمييز، تمييز واضح، شوفوا الفرق بين اللونين الأحمر والأزرق،
الذي يحابي بالنسبة للتعليم الجامعي. بالنسبة لما نسأل على التعليم الابتدائي مو كثير الفرق، ماكو فرق، لكن من نوصل إلى التعليم الجامعي نسألهم على التعليم الجامعي تبرز الفروقات وبشكل واضح لصالح الذكر على حساب الأنثى. طيب نروح على سؤال آخر. العفو، لا، هذا فيما يخص هذه هي الأمثلة اللي عندنا الآن بما يخص التربية أو التعليم. زين، عندنا فيما يخص موضوع العمل، موضوع العمل، أنا راح ناخذ موضوع العمل وموضوع السياسة نتناولهم بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل شوية نرتاح، ابقوا ويانا راح نشوف موضوع العمل وموضوع السياسة بالنسبة للمرأة. شكرا. سريعة وعاصفة تأتي أيام العراق، وجوه تتغير، ملامح تندثر، وخطوات تتقاطع، أحداث تتوالى، وشخصيات تتصارع. وإنسان ينوء بأعباء ثقال. 7 أيام، نظرة على العراق بعين صافية. مرحبا مرة أخرى. في هذا الجزء راح نستعرض بعض الأرقام عن وضع حقوق المرأة فيما يخص مسألتين اللي هما العمل من جهة وموضوع السياسة. خلينا نشوف في موضوع العمل. أول سؤال اللي راح أعرضه عليكم، سيكون العراق، نسأل العراقيين، هل سيكون العراق أقوى إذا حصلت النساء على المزيد من فرص العمل، أو ليس من المقبول مجتمعيا أن تسعى النساء للحصول على وظائف خارج المنزل؟ الغالبية يقولون أنه ماكو مشكلة، يعني العراق أقوى إذا حصلت النساء على مزيد من فرص العمل، اللي هو اللون الأحمر، وهذا شيء جيد، هذا شيء جيد. لكنه خلينا وين نروح؟ نروح على الأشياء لما مثل ما قلت لكم، لما يكون السؤال بشكل عام الأمور جيدة، لكن لما نروح نسأل بشكل تفصيلي وتكون هناك منافسة بين الرجل والمرأة، هنا تبرز عندنا المشكلة. راونا السلايد الثاني بالله. شوف، سألناهم عندما تكون فرص العمل نادرة يجب أن يكون للرجال حق أكثر من النساء، منو يؤيد؟ منو يؤيد إذا الفرص نادرة الحق للرجل أكثر لو المرأة لازم ننطي للفرصة النادرة؟ لاحظوا اللون الأزرق، لاحظوا اللون الأزرق، هذا سألناه بسنتين، بال2014 بال2018. للأسف حتى زادت النسبة، يعني بال2014 كان عندنا ثلثين العراقيين من يقولون انه عندما تكون فرصة العمل نادرة فالمفروض تروح هذه الفرصة الى الرجل. زادت هذه النسبة الى اكثر من 3/4 العراقيين، يعني 78% اللون الازرق بال2018. طبعا انا اعرف ليش الموضوع هذا، لانه سوينا عليه بحث. لما ازدادت عندنا نسبة البطالة، حتى بعض الرجال اللي كانوا يقولون بال2014 انه لا ما هذا، لما يعني الفرصة مو تعطى للرجل،
وإنما ما أعيد هذا الموضوع. حتى هذه لما صارت عندنا موضوع البطالة، شوف قفزة النسبة إلى 78%، تقريبا 80% من العراقيين يقول لك إذا الفرصة نادرة أنطيها للرجل ما أنطيها للمرأة. طبعا راح تقولوا لي هذا ترتبط بثقافة مجتمع وترتبط إلى آخره، والرجل هو المعيل وإلى أنا ما أريد أدخل بهذه التفاصيل، لأنه ممكن المختصين يناقشون هذا الموضوع. أنا أعرض رأي الناس، أعرض رأي الناس. طيب خلينا نشوف الرقم الثالث أو السلايد الثالث في هذا القسم. لاحظوا السؤال بنوع من الضرافة، إذا كانت المرأة تكسب أكثر من زوجها هل هذا راح يسبب مشاكل؟ إذا المرأة تكسب أكثر من الرجال، تحقق راتب أو دخل أكثر من الرجال، راح يسبب مشكلة بالأسرة؟ زين لاحظوا اللي يأيدون اللي هو باللون الأزرق، إحنا الآن بال 2018 50% تقريبا، 48% 48% يقول لك إيه سبب مشاكل. ليش؟ سؤال أنا أطرحه هنا، ليش إذا المرأة تحقق دخل أكثر من الرجل فهذا معناته مشاكل بالأسرة؟ سؤال مطروح، سؤال كبير لكم. خلونا نشوف الرقم الثالث، أي العبارتين أقرب لوجهة نظرك؟ النساء والرجال اللون الأحمر يجب أن يحصلون على فرص متساوية سواء في التعيين بالحكومة أو بالقطاع الخاص، لو الرجال فقط يجب أن يحصلون على فرصة عمل أكبر بالقطاع الخاص اللي هو باللون الأزرق. لاحظوا طغيان اللون الأزرق بشكل عام، بشكل عام 52% من العراقيين يقولون انه الرجال لازم يحصلون على دور اكبر او حصة اكبر في العمل الحكومي والقطاع الخاص، 42% يقولون لازم يحصلون على فرص متساوية، الغالبية تقول الرجل لازم يحصل على فرصة اكبر. قلت لكم لما نجي نسأل الموضوع بتنافس على شيء معين، على مغنم معين، على حق معين، هنا تطلع عندنا المشاكل. وهذا الموضوع مو حكر على منطقة معينة، مو حكر على منطقة معينة. في بغداد نفس الشيء، 51% مقابل 44%، بالجنوب 52-43، في الغرب 61-35، بالغرب بالمناطق الغربية 61، شوفوا تقفز 61% يقول لك نعم لهم حصة أكبر يجب أن تكون للرجل، هي الحصة مو للمرأة. فقط في كردستان يرفضون هذا الموضوع ويقول لك لازم يحصلون على فرص متساوية. فقط في كردستان عندنا النسبة الغالبة تقول يجب أن يحصلون على فرص متساوية. الغريب الغريب أنه حتى بين الأناث وبالذات بالريف، بالذات بالريف طبعا بحكم الثقافة اللي موجودة، لاحظوا هنا بالريف الأناث بالريف 49% منهم يقول لك إيه إذا الرجال لازم هم يحصلون على فرص أكبر بالعمل، في حين 44% يقولون لا فرص متساوية. يعني حتى النساء الغالبية من عندهم يقولون في الريف يقولون أنه الرجل هو الذي يجب أن يحظى بفرص العمل. طبعا الذكور أكيد راح يقولون هم هالشكل. بالحضر أيضا الذكور والأناث والذكور أيضا متساوين، يعني 45 هنا الأناث في الحضر 45% يقولون الرجال يحصلون على دور أكبر، 47 يعني تقريبا متساوين. غريب حتى النساء، حتى النساء بحكم الثقافة والتربية تؤمن أنه نعم
الرجل لازم يحصل على فرصة أكبر بالعمل. طب خلونا نشوف رقم آخر، سؤال مباشر ومؤلم بشكل عام، هل الرجل أفضل من المرأة في مجال الأعمال؟ لاحظوا لما نسويه على مستوى بشكل عام، 65% هنا بال 2018 65% يقولون نعم الرجل أفضل من المرأة في مجال الأعمال، 35% فقط اللي يقولون لا. طبعا الموضوع حتى بين الأناث، لاحظوا الغريب، حتى الأناث 58% منهم يؤمنون أن الرجل أفضل من عندهم في مجال الأعمال، 42% منهم يقولون لا مو أفضل من عندنا في مجال رجال الأعمال، في مجال العفو، في مجال الأعمال. طيب هذه النسب حقيقة هي نسب يعني ما شو أقول عليها، أنتوا أريدكم تفسروها. خلونا نروح على الرقم آخر، نروح على الرقم الثالث أو الرابع. الآن عندما تعمل المرأة خارج المنزل يعاني الأطفال، هذا طبعا دائما عندنا هذا المفهوم، المرأة لمن تعمل خارج المنزل، لمن تعمل خارج المنزل فإنه راح يعاني الطفل. خلينا نشوف يأيدون لو ما يأيدون هذا الموضوع. بال2014 كانوا 70% يأيدون هذا الموضوع، 64% صاروا بال2018. طيب احنا كل يعني معظم العوائل هي اكيد عندها اطفال، هل هذا يعني حرمان المرأة من العمل لأنها أصبحت أما؟ أيضا هذا مسؤول، أنا أعرف موضوع مجتمعي معقد عليه كثير من الإشكالات، عليه كثير من النقاش، راح أتركه لكم والتفسيرات يمكن نناقشها ويا الضيفة فيما بعد. راح يعني الآن الضيفة جاهزة ويانا حتى نقدر. طيب أرحب بالضيفة العزيزة الست جيهان الطائي وياي من بغداد، ورح أتوجه إلها بالسؤال الأول. تعتقدين ما هو وضع المرأة بشكل عام؟ قبل لا أروح أسأل على أرقام، ما هو وضع المرأة في المجتمع العراقي؟ هل فعلا هناك تمييز ضد المرأة؟ هل فعلا احنا مجتمع ذكوري او لا المشكلة الموضوع مبالغ فيه؟ تفضلي. تحية طيبة دكتور منقذ، وشكرا لك وشكرا لقناة التغيير اللي طرحت وتناولت هذا الموضوع المهم، وحقيقة شيء ملفت انه مقدم برامج ودكتور بالرأي العام يعني يطرح قضية المرأة، لأن عادة المرأة هي عادة تطرح قضايا المرأة، لذلك شكرا جزيلا على طرح هذا الموضوع المهم. أما فيما يخص سؤال جنابك، ففعلا مع كل الحزن والأسف المجتمع العراقي والمجتمع العربي والشرقي بصورة عامة تمييز اجتماعي يعني بصورة جدا مقيتة للمرأة، وهذا الحقيقة يعني بسبب التراكمات الاجتماعية والثقافية اللي تأصلت بالتربية الخاطئة اللي كانت تميز بين المرأة والرجل. لذلك إذا نرجع جنابك للبيت فتشوف أنه الأم كانت تميز بين أطفالها، كانت تميز بين البنت والولد، فإذا كانت الطفلة تريد تطلع تلعب مع أقرانها من الأطفال تقول لا أنت مكانك في البيت، لكن الولد يطلع ويتصرف بطريقة طبيعية، وإذا كانت مثلا أخوها مثلا يتنمر عليها ويعنفها يقول تسكتين هذا أخوش. طبعا هذه أتكلم يعني عن
عادات وتقاليد توارثها سكتي انت بنيه، عيب انت بنيه، لا تطلعين لا تروحين، حتى فيما يخص الدراسه كان على طول الولد العائله تجمع له المال وتبعثه الى الابتعاث الى دول اجنبيه من اجل الدراسه، لكن المراه تحرم ويفكروا لها في كيف يقولها زوج مناسب ممكن ان يتزوجها وتكون اسره وهكذا. طيب اذا فاكيد اكو تمييز، اكو تمييز، ولذلك يعني شفنا هذه الأرقام أنه حتى المرأة في الأرقام اللي عندنا حتى المرأة نسبة أكبر من عندهم يؤمنون أنه إذا أكو فرص عمل محدودة لازم ننطيها للرجال مو ننطيها للمرأة. شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ والله دكتور يعني هي يعني أعنف عنف للمرأة هو عنف المرأة للمرأة نفسها، لذلك يعني بدي اقول لك هي قضيه جذرت بينا، يعني حتى هسه مثلا من تشوف بالعائله مثلا اذا توفرت فرصه عمل للابن او للابنه فالاهل راح يوفرون العمل للابن مو للابنه على استناد انه هو يعني القائم بالاسره والقائم بالصرف والقائم بقضايا العائله. ففعلا قضيه التمييز حتى في قضيه الوظائف يعني حقيقه قضيه يعني فعلا ملفت الانتباه، ويعني مو فقط في التعيين حتى في مراكز صنع القرار، في مراكز تولي المناصب، على مستوى الأحزاب والقيادات، على مستوى الدرجات الخاصة يفضل الرجل على المرأة. في حين راح نجيها بس أنا استرعى انتباهي موضوع يعني وجدته غريب حقيقة لما سألنا العراقيين أنه إذا المرأة تكسب أكثر من الرجل، إذا دخل المرأة أكثر من دخل الرجل، هل هذا راح يسبب مشكلة بالأسرة؟ الغالبية يقولون نعم راح تسبب مشكلة بالأسرة. ما فهمت شنو التفسير عندك لهذا الموضوع أو لهذا الاتجاه؟ يعني حقيقة بعد 2003 إذا تجي تقارن بما ما قبلها المرأة أصبحت هي العمود الفقري للاقتصاد العراقي في ظل غياب الرجل اللي في السفر وفي المعتقلات وفي الهجرة وكثير من القضايا اللي غيبت الرجل في على الساحة الاجتماعية العراقية بسبب الأحداث اللي مرت على العراق من بعد 2003 لحد هذه اللحظة. تصدرت المرأة المشهد الاقتصادي والاجتماعي، فشفنا المرأة هي المعيلة من انه تعمل بالمجال الحرف وتبيع من داخل بيتها الى انه تتعين وتتوظف. لذلك شفنا كثير من النساء اللي كانوا ربات بيوت في قبل 2003 لكن عادوا، اذا ترجع على النسب بوزاره التخطيط وتشوف نسب السيدات اللي عادوا لاعمالهم وظائفهم اللي تعينوا بعد 2003 كميه كبيره جدا. فلذلك تشوف انه العمود الفقري الاقتصادي اصبح هو يعني يتمحور في المراه. لذلك تلاحظ هذه قضيه مهمه، فلذلك اصبحت المراه تشارك. ليش الرجل ينغث؟ السؤال تربيه اولادها، السؤال ليش الرجل ينغث اذا مرته تسوي راتب اكثر من عنده او تجيب دخل اكثر من عنده؟ وين المشكله؟ انا ما ادري افهمها. والله حقيقه يعني هي يعني هو جواب اللي جوابين الموضوع في بالعكس بعض الرجال متفهمين ويعني يؤيدون هاي القضيه ويدعمون المراه، لكن اذا تقصد على الجانب الاخر فهذه قضايا متجذره في شخصيه العراقي اللي ذكرها دكتور علي الوردي في كثير من مؤلفاته. هناك الازدواجيه بالشخصيه، إذا مثلا تسوي مقابلة تلفزيونية أمام الرأي العام مع أحد الرجال اللي يتكلم أو اللي يتصدر المشاهد الثقافية والاجتماعية راح يتكلم عن قضية مساواة الرجل بالمرأة أو إعطائها الفرص أو أماكن استحقاقها بالمناصب السياسية، لكن في 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 في, في حقيقة الأمر من ترجع إلى بعض القضايا داخل العائلة راح تشوف كلامه مغاير جدا لما يطرح. فهي الازدواجية بالشخصية، فممكن هاي القضية هي اللي تخليه طيب. انه يشعر بالغيره، يشعر ببعض النقص، انه كيف مرته تكون هي المتصدره وتكون هي العامل الاقتصادي في العائله وهي العامل الذي يقود زمام الامور في العائله. طيب سيدتي الفاضله ابقوا وياي، راح اعرض بعض الارقام عن موضوع المراه في السياسه. خلينا نشوف اول نعم. اول رقم اول طبعا قبل لا اعرض هذا الرقم اكو قول لينسب إلى الأديب المعروف والفيلسوف برنارد شو، يقول أعطوا المرأة
حق التصويت، وخلال 5 سنوات ستكون هناك ضريبة على العزوبية. يعني شنو؟ يعني يعتقد أنه المرأة ستهتم عندما تتولى قضايا السياسة. طبعا برنارد شو عاش في عصر آخر، وأنا ما متأكد هل هو فعلا ننسب إلى، بس للطرفة يقول أنه من تصير المرأة هي صاحبة القرار راح تفرض ضريبة على العزوبية. خلينا نشوف الأرقام بشكل عام. بشكل عام المرأة بالعراق وباقي الدول العربية كلها، شوفوا اللون الأزرق يخص الذكور، اللون الأحمر يخص الأناث. بشكل عام الأنثى أقل اهتماما بالسياسة من الرجل، وهذه الظاهرة مو بس عندنا بالعراق. يعني بالعراق 22% من النساء تهتم بالسياسة مقابل 29% للرجل. نسبة النساء اللي يهتمون بالسياسة أقل من نسبة اللي يهتمون بالهذا. خلينا نشوف إمكانية المرأة على أن تصبح رئيس جمهورية أو رئيس للوزراء في دولة مسلمة. بالعراق النسبة عالية 67% مقارنة بقية البلدان، ثالث دولة. نسبة عالية أيضا تؤمن أنه بإمكان المرأة، بإمكان المرأة أن تصبح رئيس الوزراء. لكن من الأصلح كقائد سياسي؟ خلونا نشوف الرقم اللي وراء، الشكل اللي وراء، الشكل اللي وراء. بشكل عام هل الذكر أفضل كقائد سياسي من المرأة؟ شوفوا اللون الأزرق 79% بال 2014، صارت 71% بال 2018، 71% من الرجال من العراقيين يؤمنون انهم الرجل اصلح كقائد سياسي من المرأة. تعليقك سيد جهان على هذا الموضوع؟ طبعا أنا كنت أرد أعقب، لكن النسبة الأولى لتولي رئاسة الجمهورية هي أيدت تعقيبي. بالعراق الجميل في الموضوع أنه المتعلمة وغير المتعلمة والمثقفة وغير المثقفة تفهم في السياسة وتعي معنى السياسة، لذلك تشوف كثير من النساء في الريف الغير متعلمات الذين حتى لا يعني يفكون الخط يتكلم بطريقة سياسية رائعة، ومن تشوفها بالمقابلات التلفزيون وبعض استطلاعات الرأي في القنوات الفضائية فتقولها يعني يسلم فمك على هذا الكلام. فلذلك احنا بالعراق حقيقة نشرب وناكل السياسة في حياتنا اليومية، أصبح جزء لا يتجزأ من المجتمع العراقي، سواء كانت مرأة أو رجل كلنا نتكلم بالسياسة. فلذلك فعلا انه منصب رئاسة الجمهورية اشوف انه من جتي هذه النسبة، شوف النسبة منصفة فعلا، انه العراقيين يرون انه المرأة ممكن ان تتبوأ هكذا منصب. طيب. لكن كقيادة سياسية، القيادة السياسية مثل ما تعلم تحتاج الى دهاء ومكر وذكاء وكثير من القضايا اللي ممكن انه ما تستطيع المرأة، لانه عادة جانب العاطفة يغلب عليها، فممكن انه كقائد سياسية يعني ممكن صعب نوعا ما، لكن كتولي مناصب إدارية كوزيرة أو رئيس وزراء أو رئيس الجمهورية أعتقد أنه هاي قضية طبيعية. تقدر أنه المرأة تصل لهذه. أنا أشكرك، أنا أشكرك شكرا جزيلا، الوقت داهمنا، راح بالحلقة القادمة نتناول بعد مواضيع أكثر بخصوص الأسرة والمجتمع. شكرا أصحاب المعالي والسيادة والفخامة، شكرا لكم على إنصاتكم، أعدكم بمزيد من الأرقام عن شؤون الأسرة العراقية وشؤون الطفل العراقي في الحلقة القادمة. شكراً.